السلام عليكم، انا محمد اسماعيل من جنة. جيت طبعا ان شاء الله اقضي اجازة العيد هنا في الغردقة في النادي الاجتماعي. طبعا كان السنتين اللي عدت خصيصا يعني كانت الشواطئ طبعا مغلقة عشان خاطر كورونا وكده. ربنا ان شاء الله يبعد عننا الاوبئة كلها والامراض، لكن ان شاء الله في بداية جميلة. يعني الواحد حب كده ان هو يطلع يشوف الدنيا فيها ايه، وان شاء الله خير باذن الله. كل عام وانتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كل عام وانتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. وزي ما انتم شايفين الناس مبسوطه جدا بالعيد، لانه طبعا لنا سنتين او اكثر من سنتين بسبب موضوع كورونا والحظر اللي كان موجود، بس الحمد لله رب العالمين الدنيا رجعت لطبيعتها تمام. وزي ما انتم شايفين الناس مبسوطه وفرحانه، وصلاه العيد النهارده كانت بسم الله ما شاء الله تمام في مسجد المينا، والدنيا تمام. وكل عام وانتم بخير، ويا رب ربنا يديم علينا النعمة الكبيرة دي ان شاء الله بإذن الله، وما يكونش في اي حاجة تاني في الايام الجاية ان شاء الله بإذن الله. وكل عام وانتم بخير وصحة وسلامة وعافية ان شاء الله بإذن الله. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاد الله علينا جميعا باليمن والبركات. بنحييكم من منتجع العائلات بالغردقة، مدينة البحر الأحمر، محافظة البحر الأحمر، مدينة الغردقة. وبنتشرف بناء على توجيهات السيد اللي هو محافظ البحر الاحمر عمرو حنفي، وتوجيهات السيد الاستاذ محمد مرشدي زهران رئيس مجلس اداره جمعيه الانقاذ البحري وحمايه البيئه بالبحر الاحمر، وتحت قياده القبطان علي شعبان علي رئيس وحده الانقاذ البحري بحر احمر. موجودين مركزين مستعدين لاي حاجه بتحصل حتى قبل ما تحصل. معانا مجموعه مدربين على اعلى مستوى الحمد لله، جاهزين بالعوامات والاطواء والسرفات، كل ادوات الانقاذ، الاسعافات الاوليه كامله. بنتمنى من الناس ان هي تلتزم معانا
وان شاء الله يوم سعيد على الجميع، وان شاء الله باذن الله ما فيش اي تسجيل حاله غرق، وان شاء الله عيد سعيد. كم منقذ معانا النهارده؟ النهارده معانا 22 منقذ على النقط، اللاجون الشمال 4 نقط، والشاطئ البترول نقطة، وأربع نقط حضرتك شايف اللي هما لابسين اللايف جاكتس البرتقاني دي والبوردات اللي محطوطة، أربع نقط، وعلى شاطئ شدوان برضو نقطة. وحضرتك طيب، تحت أمر حضرتك، كل سنة حضرتك طيب. شكرا. وانتوا طيبين والشعب المصري بخير، واحنا حاليا في النادي الاجتماعي على الشاطئ، المكان ممتاز جدا، تجهيزات عظيمة يعني، ونشكر السادة الأعضاء والسيد المدير والسيد أحمد بيه، الناس يعني جايين بالواجب وزيادة، والصراحة يعني عاملين شغل ممتاز جدا يعني. العيد ممتاز جدا خالص، الناس كلها فرحانة طبعا ومبسوطة، والنادي الاجتماعي حاجة كويسة خالص، حاجة مميزة، واخدين بالهم يعني بالنسبة للأسر طبعا والعائلات والكلام ده كله، المكان ممتاز يعني خالص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، انا من سكان الغردقه. جينا النهارده بعد فتره كبيره مثلا من قفل الشواطئ، والدنيا تمام الحمد لله، كل سنه وانتم طيبين. الحمد لله زي الفل، زي ما انتم شايف كده الدنيا زحمه اهيت، الناس كلها بتفرح والدنيا تمام. شكرا. كل سنه وانتم طيبين، معاكم كوريلوس، وعيد علينا الايام بخير، رمضان كريم عليكم وعليني، كل سنه وانتم طيبين. انتوا طيبين وعيد سعيد عليكم، وعيد الفطر ان شاء الله، شهر كان جميل وكلنا خير، وكلنا ونحن من جنا وجينا نصيف هنا، وكنا مع اخواتنا المسلمين، نحن كلنا مسلمين ومسيحيين واحد صدقين، والدنيا كلها حلوه هنا وايام حلوه، وربنا يعيد الايام على خير ان شاء الله، والناس تبقى طيبه، وكل سنه ناجي، وكل سنه تبقى حلوه زي كده، وربنا يبعد الحقاوي العفشه على كل واحد مسلم ومسيحي ان شاء الله.